علاقتي بديك البنت كانت واعره بزاف. شاري لي سرت لا كنزاش زاد كتاف حتى الدريات اصلا اخويا راه قالت صاحب لا والو خويا باطي لا فاميليا استودو مرشي وشوف تشوف واش نشري ليها. سير دابا طالب اخويا سير رفع به دعوه شو الايفون بحال اللي عندي اييه جاتو في الجزائر. اذا كنت من المتابعين اشترك الان في القناه ديالي ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناه مع تفعيل الجرس. الدراري مسكين الدراري عرفتو كان معاه في الناس بالدارجه مع دوك الدراري وتا هو راه كان ديجا معروف هو قبل منهم حق لا راه ما كانوا معاه السيد راه العالميه راه قبل منهم مسكين كان كيشري بحال هكا المرسو كذا خطيبتو كانت خاطبو يا شو شري لها اييه تعرفوا الدراري هذا شو شري لها هندس سين فينس شري لها صفر ديال دي مباغ انترنيت شو شحال ليه شحال واد هذا سميتو هباط شو هنايا الايفون ميني 14 هباط ياه في الاخر الدراري مسكين ها هو دار ستوري كيشرح العلاقه ديالو وياه هو هباط. بالنسبه للخبر اللي بدات كتسيركولي دابا بلي انا وصوفيا حيدنا لي بوست داكشي وصافي حبسنا داروا لي مسحوره صاحبي ميسي كيطيح في اقوى دوله ديال ما ديال السحر هي امريكا صاحبي امريكا الشماليه امريكا اللاتينيه ديال ما اقوى بوليفيا كطلع لواحد الجبل تما تمغط ديال مو اللي بغيتي ومالو ما سحروا لميسي وانطوني ما حيدوا من بالكم هذا السحر مالو ما سحروا لي انا علاش ما سحروش لميسي ولا سحروا حتى الله يهديكم هذا الشيء كذا راه كاين ولكن راه قل راه قلوا اصلا دراري هذا البلان هذا ديال السحر والشعوذه وكذا واللي كيشعوذ راه كاين راه كاين راه كاين مهما قالوا الله عز وجل ذكروا في القران الا هو شي حاجه كاينه بلا ما تجادل فيها ولكن ما بقاش بحال اللي كنقولوا كره ما بقاتش في البرازيل جا الوقت اللي نقدروا نقولوا كره ما بقاش في البرازيل مني ولا برازيلي ما كيكونش في الثروه توب وان ديال العالم ديال كوب ديال 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 ديال, ديال الكره الذهبيه ما كيكونش برازيلي اذا ما بقاوش اهل الاختصاص اللي كيعرفوا يديروا الطقوس ديال السحر داك السحور وداك الشيء في دول ديال مولية بلاصه السحر في افريقيا علاش المغرب الشيء ديال السحر قلت لي وكذا راه ما بقاش بلا ما تبقاو تايقوا داك الشيء وداك الشيء ديال دار القبول دارت القبول حتى داك الشيء راه ما كاينش كدوت كان داير القبول كره قنانه كره ولكن نديروا لي قايس قنانه والله خويا قنانه في القبول راه قنانه راه هو اللي كيدير القبول ديال المغرب المشاهير ديال المغرب كيديروا لهم قنانه كور كان القبول يداوي داوي خوخ خوخايا الخوخ كره ما عادش طرا وكان القوخ كذا بصح حيدوا هادشي من بالكم الدراري نسمعوا الدراري هابطي سمعوا واش قال سمع الاغنيه انا نسمع لها اخويا الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك انا نسمع لها بلاش غنسمعوا لها هابطي مالك الاخبار اللي بدات تسيركولي دابا بلي انا وصوفيا حيدنا لي بوست داكشي وصافي حبسنا درت هاد ستوري هادي باش نكونفيرمي لكم بلي راه يعيش يعيش سماونا بنغلاديش نورمالمون فاش يكونوا شي جوج مع بعضياتهم ما حد الوقت كيدوز وما حدهم بجوج كيديفلوباو في بزاف ديال الحوايج عقلهم كيبقى يتبدل وتيخص الكوب حاولوا ديما يتبدلوا مع بعضياتهم وبعض المرات كاينين دي شونجمون اللي راه كيبقاو يطراو في كل واحد اللي ما تيكونوش دابا كيبرر زعما علاش تفارق هو وياه بحال الشونجمون اللي كيطراو في الاخر ومالوزمون هادشي هذا اللي راه طرا لينا ما كاين حتى واحد تنسي في القص ديال فيتنس بالدارجه القص ديال فيتنس بالدارجه مقود اصاحبي داك كيطحن الدجاج اصاحبي ودير الكمون والله في موني نيكس عنده قص مقود اصاحبي المرات صاحب احسن صاحب هو اللي فيتنس بالدارجه يعيط لك يقول لك جي راه كاين شي طاجين احسن صاحب ملي كتوصل لواحد النيفو في الحياه اللي هو كتولي تقلب على شي صاحبه بحال هكا تقول لك شوف راه كاين واحد الطاجين اليوم بالبطاطا وكيلو ديال الدجاج جي يلا جي راه كيبقبق سمع هو كيبقبق احسن صاحب هو هذا وكيضحك معاك ويخرج معاك وكذا وهذا هذاك هو الصاحب حتى حاجه ما تنسي فيه ناس بالدارجه شير واعر كانوا شي حوايج اللي هو ما ديفلوباش هو بقى مع ما قديناش نتفاهموا عليهم وصافي كان احسن ديسيزيون هو انه صافي تحبس جاتو في الجزائر جاتو في الجزائر التليفون اللي خديتي ليها والسنسلة والتبردي لها وبلا من السفارات وكذا شنو مشيتي اش درتي في السفر الجزائري واش قسمتوا الايرات هذاك الشيء عاودت تقسم على النص ولا رديت لك داك الشيء راه ماشي العيب تكون ما قاريش عيب هو ما تفهمش كلامنا فهمتي دابا انت دابا ملي تفارقتي تسوي اش درتي تسوي في القيمه السوقيه داك الايفون اللي خديتي ليها في الخطوبه والختام شنو درتي داك الشيء قال تفارقتي معاه ورديتي داك الشيء ديالك راه حنا مالك ولكن الا ديت لك واخا غير السير ديال ديك التبردي لا كاين تيش قولك هي دريوشه ما تقولبك شي قضية انايا واخا ما كانتش هادي هي البلون كاع ما كانتش هادي هي النية كاع ما شفت من هذيك البنت غير الخير إيه كنظن بلي راه حتى هي ما شافت مني غير الخير ما درت لها حتى شي حاجة خيبة ما دارت ليا حتى هي حتى شي حاجة خيبة كانوا دي شونجمون في القناعات اللي صافي ما قديناش عليهم بجوج دونك شفنا بلي احسن قرار كان ممكن اننا ناخذو بركم على الإدارة هو نحبس علاقتي بديك البنت كانت واعرة بزاف للأسف كيطراو شي حوايج بحال ما هكا كيبغيهاش كيبغيهاش كانش كيبغيها والحياة من بعدها تستمر تيخصك تاكسبتيهم وتعرف بلي راه هادشي هذا تيقدر انه يوقع وتتموفيهم ايوا لا يا الحمار غنصرفك دينا
واخا انا مورينيو، واخا انا يا مورينيو ما تعيرش حتى شي واحد، لان كندوي انا وياه ما تنقص تعيرو غندينا امك كتنقص مالك ايه؟ اجي سمونا بنغلاديش، فين ولاد الصيفط فين ولاد الصيفط هاد الكتب هاد؟ غيطا اجي نجبد امك من قمه التسلله بلاش غنجبد، ما مشى مسح مسح ودي لك، واخا جوزي مورينيو اسكت نتايا. علاقتي بديك البنت كانت واعره بزاف، اي للاسف كيطراو شي حوايج بحال ما هكا، والحياه من بعد تستمر، انت خصك تاكسبتيهم وتعرف بلي راه هادشي هذا تيقدر انه يوقع وتتموفيو. ايوا احسن واحد هو انا غيزلان، ما عقلتش عليه ماشي غيزلان كا شوف غيزلان لا ديفونس سي بيان مي اتونسيون ليا الشيخه كنزاج زيد كتاف لا ديفونس سي بيان مي اتونسيون ديفونس راه مزيان ولكن حنا نردو البال ما اتونسيون ما غيزلان راه بغات تهبل ليا غيزلان راه بغات تسطع ليا دو ليا كايا ماما بغات تدوي معاك خالتي كتقول ليا كي غادا معاك هاد البنت صافي خدمها كذا انا راه مرات تلقى وليت خدمه كتصحاب الحياه هكا ما فكيتش معايا جات المغرب مره اخرى ونفك معاها قالت لي جي قلت لها ما خلاتنيش ماما وي بغيت تضحك معايا قالت لي يا ماما قالت لي انت قداش وكتحكم فيك وانا اللي نطت معجنت وتصنت الاغنيه ديال سيتي الحبايب ولا نصيفط لها اوديو قالت لي اخر مره اللي نمك وسردك سرك عشت اللقطه مع الاوديو باش يوصل فيلينك سرك تصداع فيك قالت لي جبدي الوالده انا غنبلوكي دي امك وعمرك ما بقى تدوري جهبلت عليها تاخذ مرات ولفت جيب الصح كذا يولي يضربوك بها فهمتي هو باتريك بيان ولكن ما خويا الله يعاون العونات هاي الق ما عندها باسبور زرق عمرك سمعتي بان عرفتي بان كاين باسبور زرق كاين حد احمر حد حد ما عندها زرق القوات المسلحه العظمى الامريكيه تحرك على قبلها هي تحرك على قبلها جوا ارضا في الطبيعه بحرا جوا عاودت لك ديك الجو قفلت بها تحرك على قبلها القوات مثلا تعيط الامريكان في اي بي تقول لهم هذوك الفي اي بي اللي عندهم تما البوليس في اي بي تقول لهم راه واحد الدري حكى لي انا تيجي تحركوا جوا كما قلت لك برني علاش على قبل لك الباسبور الزرق اللي عندي وما بغيتش ما عقلتش على امريكان ولا ولا كذا ما عقلتش عليه دابا غادي غير هنا سير اخويا صافي الدريات اصلا اخويا راه قالت صاحبي لا والو اخويا باطي سير الله يرضي عليك سير عيش حياتك اخويا ولا كاين الفلوس ولا داك الايفون وديك السبرديله ماد ماكس اللي خديتي ليها وداك الشيء سير اخويا كون مشيتي عطيتي لامك وعطيتي لخوتك وعطيتي للناس القرايب ليهم تبقى عايش واحد الحياه زوينه ويجيب لك الله بيت الناس وانا جاب لي غيزلان فهمتي واخا تكون كما كنتي هاد العيط اللي كديرو راه خير هاد العيط اللي كديرو راه خير حاولوا تبينوا ولو جزء بسيط منكم كيفاش كتعاملوا مع العائله الكبيره والصغيره ديالكم علاش غير حيت كاين اجياء كيتفرجوا فيك باش يعرفوا بان العائله هي كل شيء باش نقول لك بالصبليونيه انا نقول لك بالصبليونيه باش يفهم انا ما يفهمنيش بالعربيه بلاش نقول لك بالصبليونيه لا فاميليا اس تودو لا فاميليا اس تودو باش الدراري اللي عندك اللي متبعينك وكذا يعرفوا بان لا فاميليا اس تودو يعرفوا بان العائله هي كل شيء انت كتشي كداتك بحال انت كتقول لي واسير عطي لصاحبتك راه الدراري هنايا راه كاين اللي زياد تصاحبي زياد عيد الحب كاين اللي باقي عنده عيد الحب وكيلبس الحمار غير مشيت هو غيبدا يقول لها اليوم عنده ويا الدريه ما في راسها والو عمر شي واحد ما جاب لها غتلقى شي واحد من هادو اللي متبعين بحال هاد العيد ديال شي صاحبتك اش نجري صاحبي انا مرتي وشوف تشوف مرتي وشوف تشوف واش نشري ليها واش المولى عمر عمرو شرى للمراوات وشي حاجه ولا بالله غير غني وما المراه خاصها تبقى في الدار خاصها تعرف بان ما لها وما لها عليها خاصها تبقى تقابل لا فاميلي دو ستودو طلع لي لا فاميلي دو ستودو طلع لي شي عائله اللي هي تبقى غادا محافظ باغا تعقل ما كنعقلوش على هاد القلاوي نجي مدانا نعطيها جميع هاكي صاحبتي وعلاش انا ما نبينش داك الجانب بانني كنعطي الوالده وخوتي وعايش معاها نتوما كتمشيو كدوش بينو شريتي ليه علاش كتصور فيها علاش كتصور فيها علاش وحده اخرى غتقول لي شو هذاك الشر صاحب الجوره نوضوا لينا الفتنه هي دابا مشات وخلات غير دابا طالب اخويا سير رفع بها دعوه رفع بها دعوه ديال بان ترجع لك شي لعيبه من المستحقات ديال راه بزاف ديال داكشي شحال خسر عليها باجي فينو باجي فينو باجي شو شحال خسر عليها واش تو دايره ترجع للراجل الاستقرار ديالها شو هذا الفلوس اللي خسر لها رجع نيك من تزد بريمات ولا بعد شو الايفون بحال اللي عندي ايه مديت ثلاثه كاس العلمات شفتو بحال اللي عندي ثلاثه النجمات سبرديله شاريها مع شحال قال لك ديري ديال الفلوس شاري لي سرتله هي مضمه قداش مع شحال دايره شي ديال الفلوس ملي كنقول شحال ديال الفلوس فايت 5 مليون تبارك الله ورد بوكي دو فلوس شاري لها دياموند هو في الاخر اخويا تفارقت هي وياه ما كاين حتى شهر ولا ما شهر دير ديرها خدمه هادي دير ديرها خدمه هادي لا ما كتوقعش حتى من كتوقعش حتى سير الله يهديك صافي تحب راسك تخلص تقول لي بغيتي شنو سميتو داك اللي دخلتو قبيله شنو سميتو هذاك اللي قلت لكم نجي نتعلم عنده لونغلي والقضيه فيها النصب راه خاص بوليتي تدخل هادي راه ما بغيتش نقولها حتى قلتيها نبحثوا في هاد القضيه نشوفوا واش صافي اخويا هو ساكت وانا غنبدا نقص صافي اخويا دخلنا في هاد القضيه